وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار سعادة السفير أحمد محمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية. سعادة السفير، بداية نرحب بك، وهل لك أن تطلعنا حول كلمة جلالة الملك المعظم في حفل افتتاح دور الانعقاد حول ما يدور في منطقة الشرق الأوسط بالتحديد وما يتعلق بالدول العربية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. جاءت كلمة سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي السادس، كلمة شاملة ومتوازنة لتعبر عن موقف مملكة البحرين تجاه القضايا والتطورات المتسارعة اليوم في عالمنا العربي وفي منطقة الشرق الأوسط. أكد سيدي جلالة الملك المعظم على ضرورة استئناف الجهود الدبلوماسية وصولا لحل عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط. أيضا أكد على ضرورة الوقف الفوري إلى الحرب القائمة في قطاع غزة وفض الاشتباك ونيران الحرب التي وصلت اليوم إلى جمهورية لبنان الشقيقة. كما أيضا أشار سيدي جلالة الملك المعظم إلى ضرورة استعجال عقد مؤتمر أو اجتماع موسع من أجل إحلال السلام في المنطقة عبورا بهذه المنطقة عالمنا العربي ومنطقة الشرق الأوسط إلى بر الأمان وإلى مجتمعات أكثر استقرارا وأمنا وازدهارا. سعادة السفير، كيف تقرأ دور مملكة البحرين كونها الرئيس الحالي للدورة دورة القمة العربية في حل القضايا المتعلقة بالدول العربية؟ مملكة البحرين لطالما كانت فاعلة ومؤثرة في دفع مسيرة العمل العربي المشترك، وهذا أمر ليس بجديد، هو منذ اليوم الأول لانضمام المملكة إلى جامعة الدول العربية في 11 سبتمبر 1971، وهذا الدور تعاظم وتنامى أيضا بعد 16 مايو 2024 عندما تشرفت المملكة باستضافة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو في القمة العربية التي عقدت في مملكة البحرين. قمة البحرين جاءت بإعلان البحرين الذي تضمن عدد من المبادرات الهامة والتي تشكل بالنسبة إلى مملكة البحرين خارطة الطريق في رفض مسيرة العمل العربي المشترك. هذه المبادرات تتلخص في التالي: أولا، الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة. ثانيا، المبادرة الثانية تتحدث عن تكليف وزراء خارجية الدول العربية من أجل وضع الخطط ودعم الجهود من أجل حصول دولة فلسطين الشقيقة على العضوية الكاملة لدى الأمم المتحدة. ومن ثم لدينا المبادرة الثالثة وهي توفير الخدمات التعليمية للمتضررين في المناطق الصراعات والأزمات، والرابعة أيضا توفير الرعاية الصحية وتحسينها في تلك المناطق، وصولا إلى المبادرة الخامسة وهي نقل التكنولوجيا المالية ودعم مبادرات التحول الرقمي، وذلك تعزيزا للتكامل الاقتصادي العربي. هذه المبادرات التي جاءت في قمة البحرين تشكل منصة وانطلاقة بالنسبة إلى السياسة الخارجية البحرينية المتوازنة والثابتة أمام هذه المتغيرات. ولعلي هنا ربما يعني استوقفتني عبارة تفضل فيها سيدي جلالة الملك المعظم في خطابه السامي في ختام الخطاب عندما تحدث عن الروح الوثابة لأبناء وبنات مملكة البحرين. ونحن هنا نعاهد سيدي جلالة الملك المعظم بأن هذه الروح الوثابة كما وصفها جلالة الملك المعظم ستكون حاضرة دائما وجذوتها مشتعلة من أجل الدفاع عن مصالح هذا الوطن ورعاية حقوق مواطنيه، وأن تعلو راية مملكة البحرين لتكون خفاقة وعالية بين الأمم في ساحات المجد والرفعة. نعم، إذن سعادة السفير أحمد محمد طريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية، كل الشكر والتقدير لك. شكرا لكم.